ببركة غبطة البطريرك كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين، رعى سمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك عبد الله الثاني للشؤون الدينية والثقافية حفل وضع حجر الأساس للمركز الأرثوذكسي التابع لدير السيد العذراء ينبوع الحياة في دبين بمحافظة جرش. وقدم الأرشمندريت كريستوفورس عطلة الرئيس الروحي للدير نبذة عن المشروع ومحتوياته، شاكراً سمو الأمير غازي بن محمد لرعايته الكريمة لهذا المشروع. لأنه اليوم وضعنا أساس للمركز الأرثوذكسي في الأردن اللي رح يكون مركز للشباب حتى يقدر يحتضن الشباب، يكون بيت للشباب، يكون مركز للمؤتمرات. وكان وجود سمو الأمير غازي بن محمد المعظم وجود كتير مهم مع صاحب الغبطة بطريرك المدينة المقدسة كيريوس كيريوس ثيوفيلوس الثالث، كان ميزة لحضورهم الاثنين مع كل الوجود اللي كان موجود. فهي رسالة من الكنيسة للشباب إنه نحن موجودين قراب منهم، نحن منحبهم ونحن قريبين منا من الكنيسة، وهي هي عربون محبة للشباب اللي الكنيسة بتقدمهم، حتى الشباب كمان دائما يكونوا سمعين صوت المسيح اللي دائما بدعوهم يكونوا على علاقة حية معه حتى نقدر إنه نتخطى كل عقبات المنواجهة في مجتمعنا. ألف مبروك للجميع. من جهتهم استعرض مهندسو المشروع والقائمون عليه تفاصيل المشروع ومراحل بنائه مقدمين شرحا وافيا عنه. المشروع تابع لدير السيد العذراء بدبين. المشروع هو عبارة عن أول شيء رؤية لأبونا كريستوفورس عطلة اللي حب ينشأ مركز للشباب الأرثوذكسي بالبلد وللرعية الأرثوذكسية أو المسيحية بشكل عام. المشروع فيه مساحات مختلفة ونشاط، بيقدم نشاط مختلفة من الكونفرنسز ممكن للشغلات الاجتماعية، يعني النشاطات الاجتماعية. فيه كمان سكن للشبيبة، مخيمات، وفيه سكن ضيوف لزوار مثل سياحة دينية بالبلد. المشروع مساحته حوالي 5000 متر مربع، من ضمنهم الكنيسة والعمارة الرئيسية. رح يكلف بين 3-4 مليون دينار أردني، وراح ياخذ بناؤه يعني حوالي سنه ونص او سنتين، يعني حسب وضع الوضع المادي تبع المشروع يعني. وحضر حفل الافتتاح المطران منيب يونان مطران الكنيسه الانجيليه اللوثريه في الاردن والاراضي المقدسه، والمتروبوليت فينيديكتوس متروبوليت فيلادلفيا، ولفيف من الاباء الكهنه والاخوات الراهبات، وشخصيات رسميه وعامه، واعضاء كشافات وشبيبات مختلفه، وجمع غفير من المؤمنين.